الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وقد رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه الحاكم واللفظ له. وسبق أن قطبة بن مالك الثعلبي صحابي جليل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان من أهل الكوفة، وعرفنا أن قوله اللهم أصلها يا الله يا الله، فحذفت ياء النداء منها لكثرة الاستعمال، وعوض عنها بالميم دليلا على الجمع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في أدعيته لحاجته ولتقتدي الأمة به. ولذلك فإن من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. وقول بعضهم: ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يستدل به بعض المنحرفين والمبتدعة على إتيان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره لسؤاله بعد موته. والآية واضحة بأنها اتيان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واستغفر لهم الرسول، فكيف سيستغفر لهم الرسول إذا جاءوه بعد موته في قبره؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الأمة، وهو الذي يريد أن هؤلاء أن يأتوه، هو نفسه يسأل ربه، فنحن إذن نسأل ربنا مباشرة ولا نجعل بينه وبيننا واسطة، لا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك. وسبق بيان أهمية الدعاء بحسن الخلق كما حسن الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ذلك، وأخبر أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قد أشبهه في خلقه وخلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في بعض حديثه أن للدواب خلقا. الدليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل يعني للدواب أخلاق، لها أخلاق؟ شو الدليل؟ ما جبلت عليه. طيب، هذا يعني في العموم ممكن، لكن لما قعدت القصواء قال بعض الناس خلأت القصواء، حرنت الدابة يعني تمردت وعاندت واستعصت، قال وما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ليس من أخلاقها. طيب، الأخلاق إذن هي صفة للإنسان، وكذلك العجماوات والبهائم لها أخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه حسن الخلق كما حسن خلقه، وأخبرنا أن للأخلاق مساوئ ولها محاسن، ومن منكرات الأخلاق ومساوئها أن يتخلق الإنسان ببعض أخلاق الدواب والبهائم، كالسباع العادية فإن من طبعها وخلقها العدوانية، وكذلك أخلاق الكلاب في خستها والحمير في بلادتها والخنازير في الدياثة ونحو ذلك. عرفنا أيضا في الدرس الماضي قول سفيان بن عيينة رحمه الله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فسره بها بمثل هذا. فبعض الناس نفسه طاووسية فيها خيلاء وكبر، بعض الناس نفسه فأرية فيها إفساد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من منكرات الأخلاق التي تنشأ من مرض القلب، وتكون سببا لجلب كل شر ودفع كل خير، وتكون سببا أيضا لدفع الخير، يعني هذه من منكرات الأخلاق، كما أن كرائم الأخلاق تنشأ من صحة القلب. فقوله في الحديث منكرات الأعمال، عرفنا أنها تشمل كبائر الذنوب كالقتل والسرقة والإصرار على الصغائر، وأن قوله الأدواء تشمل أدواء الدين والدنيا، جميع ما يضر بالبدن وجميع ما يضر بالدين، الأدواء منكرات الأدواء، الداء جمع داء
وأن ما تجري به العادة ويحصل للناس جميعا من الأمراض الجسدية لا يعتبر من منكرات الأدواء، لكن السرطان من منكرات الأدواء، لكن الرشح والصداع ليس من منكرات الأدواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من منكرات الأدواء. وكذلك فإن الهوى المذموم، لأنه قال الأهواء في الحديث، الهوى المذموم ما كان مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كل هوى مضل، وكل إنسان لا بد فيه من هوى، ولكن المسلم المؤمن يجاهد هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الأهواء، وهي التي تهوي بصاحبها في النار، وهي التي توقع في الشر، وهي التي تؤدي للمعاصي وتنشأ عنها المعاصي. والإنسان يمكن أن يتخلص من مرض الهوى بعفو الله وتوفيقه، وذكرنا بعض الأسباب المعينة على ذلك. عزيمة حر يغار بها على نفسه، وجرعة صبر يصبر بها على نفسه. جرعة صبر مرارة ساعة نجاة إلى ما بعد قيام الساعة. وإيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية، وأن يأنف الإنسان من ذل الهوى وطاعته، وأن يوازن بين سلامة الدين وسلامة العرض والمال والجاه ونيل اللذة المطلوبة، فإنه لا يجد بينهما نسبة. وأن يعلم أن الهوى ما خرط شيئا إلا أفسده، وأن يتفكر فيما يتطالب به نفسه من الهوى والمعاصي فيلجم ذلك. وقد علق أعرابي امرأة فطال به وبها الأمر، فتمكن منها مرة، فلما قعد بين شعبتيها ذكر الله عز وجل فقال: إن امرأ باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر منك لقليل البصر بالمساحة، فقام عنها وتركها. طبعا الفترة المقدار ما بين السبابة والإبهام، الشبر ما بين الخنصر والإبهام. بعد الحديث السابق ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. ابن حجر قال بسند ضعيف. وهذا الحديث قد قال عنه الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وضعفه العجلوني في كشف الخفاء، وقال الجزري إسناده جيد، فقد رواه زياد بن أيوب عن عبد الرحمن محمد البخاري عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناده مستقيم. وليث بن أبي سليم وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه فقد روى له مسلم مقرونا، وكان عالما ذا صلاة وصيام كما في رقات المفاتيح. لكن الحقيقة أن ليث بن أبي سليم ضعيف، ضعيف لا يمكن تجاوز ضعف ليث بن أبي سليم إذا انفرد، ما يمكن. لكن الحديث وإن كان ضعيفا ففي معناه أحاديث صحيحة أخرى، يعني تنهى عن المراء والمزاح بالباطل وإخلاف الوعد، مثل آية المنافق مثلا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم. من هو الألد الخصم؟ شديد المراء الذي يريد أن يتغلب على صاحبه وأن يحج صاحبه وأن يفحم صاحبه. حقيقة المراء ما هي؟ ما معنى المراء؟ المراء طعنك في كلام غيرك بغية التفوق عليه وتحقيره وإظهار مزيتك عليه انتصارا لنفسك، هذا كل النية من موضوع المراء. فهو جدال نقاش لكن ليس لقصد الوصول إلى الحق، وإنما هو لتحقير الآخر وإظهار التفوق عليه والانتصار للنفس، وهذا قبيح. ويحمل الإنسان على الدفاع عن الباطل لأجل الانتصار لنفسه، لو كان أنت المبطل وصاحبك المحق، وإذا أردت أن تركب مركب المراء ستدافع عن الباطل أن تنتصر لنفسك. قال وهب:
دع المراء والجدل فإنه لن يعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تعادي وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك. فيقول يعني اترك لنا، لا فائدة منه المراء هذا، لا فائدة منه، لا خير فيه، مضيعة وقت. وقد جاء الترغيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تركه، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم يعني ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وما هو ربض الجنة؟ الربض ما هو؟ ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنية التي تكون يعني حول المدن وتحت القلاع، الربض. الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. طيب ماذا نقول في جدال أهل الكتاب وجادلهم بالتي أحسن، وجدال الكفار والمنافقين والمناظرة مع الأصحاب والإخوان وأهل العلم للتوصل إلى الحق والاستفادة واستجلاء الراجح والتعرف على الأدلة والآراء وماذا عند الآخرين من العلم، وهذا لا يتأتى إلا بنقاش، وهذا النقاش يستخرج فوائد، فماذا نقول عن هذه المناظرة والمجادلة والمناقشة والمباحثة؟ نقول هذا شيء والمراء شيء آخر، لأن هذه الأشياء المفيدة ليست داخلة في النهي، وقد قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. معناه هناك جدال بالتي هي أحسن، هناك جدال ممدوح. والمراء هو من جهة اللغة فيه معنى الاستخراج، فقد يطلق على المناظرة المفيدة مراء مماراة أحيانا، لأن كلمة امترى يمتري معناها امترى اللبن من الضرع، يعني استخرج اللبن من الضرع، فقد يقال يعني وفي أثناء المماراة ظهر كذا، ويقصد بها أحيانا المناظرة لأنه يريد أن يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه. لكن أصل كلمة المراء مذمومة، وقد جاءت الأحاديث بذمها، وإذا أطلقت كلمة مماراة أحيانا في شيء مفيد فتكون بهذا القيد وبهذا المعنى.